هنتكلم هالقيت عن اهم الاشياء الموجوده في البوستيريور سيرفيس الدايسيفالون. هذا كوربس كالوزان، تو لاترال فينتريكل، هذا هم، اتمنى يكون واضح، تو لاترال فينتريكل، هذا هو الفورنكس تو حكينا عنه، هذا هو الفورنكس. في شغلتين مهمات، هذا وهذا، هذا اسمه ستريا ميدلاريس ثالاماي، وهذا اسمه ترمينالس. ستريا ترمينالس، هذا اسمه شو؟ ستريا ترمينالس، هذا البنية البيضاء، فبالتالي هذا هيكون البوستيرو كوميشار، هذا بوستيرو كوميشار، هذا الفراغ بين تو ثالاماي اسمه الثيرد فينتريكل، الثيرد فينتريكل، هذا اللي في النص هذا اسمه ماسا انترميديا، ماسا انترميديا. شكرا.